سفر يوشع. اقرأ بداية سفر يوشع وتأمل وتساءل كيف يكون سرد ما بعد وفاة موسى، وكان بعد موت موسى جزءا من التوراة التي أنزلت على موسى أو حتى على يوشع، وتأمل دس عبارات مقصودة معطيها لكم أي لبني إسرائيل: كل موضع تدوسه بطون أقدامكم كما كلمت موسى. الأصحاح الأول من سفر يشوع. وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات، فالآن قم عبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى، من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحيثيين، وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخومكم. سفر القضاء. ويتواصل تدوين تاريخ بني إسرائيل. هل هذه توراة موسى؟ تأمل السفر من بدايته. الأصحاح الأول من سفر القضاة من العهد القديم في الكتاب المقدس. وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين: من منا يصعد إلى الكنعانيين أولا لمحاربتهم؟ فقال الرب: يهوذا يصعد، هو ذا قد دفعت الأرض ليده. فقال يهوذا لشمعون أخيه: اصعد معي في قرعتي لكي نحارب الكنعانيين، فأصعد أنا أيضا معك في قرعتك. فذهب شمعون معه، فصعد يهوذا، ودفع الرب الكنعانيين والفريزيين بيدهم، فضربوا منهم في بازق 10,000 رجل، ووجدوا أدوني بازق في بازق فحاربوه، وضربوا الكنعانيين والفريزيين، فهرب أدوني بازق، فتبعوه وأمسكوه وقطعوا أباهما يديه ورجليه. فقال أدوني بازق: 70 ملكا مقطوعة أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جازاني الله. وأتوا به إلى أورشليم فمات هناك. سفر راعوث. هل هذا كلام رباني أم حكاية بشرية؟ اقرأ مطلع السفر لتعرف الإجابة. الأصحاح الأول من سفر راعوث من العهد القديم في الكتاب المقدس. نقرأ: حدث في أيام حكم القضاة أنه صار جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤابا هو وامرأته وابناه، واسم الرجل ألي مالك، واسم امرأته نعمي، واسم ابنيه محلون وكيلون، أفراتيون من بيت لحم يهوذا. فأتوا إلى بلاد مؤابا وكانوا هناك، ومات ألي مالك رجل نعمي، وبقيت هي وابناها، فأخذا لهما امرأتين مؤابيتين، اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى راعوث، وأقاما هناك نحو 10 سنين، ثم مات كلاهما محلون وكيلون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها.
سفر صموئيل الأول. اقرأ السطور الأولى من سفر صموئيل الأول وسل نفسك، هل يعقل أن يكون مثل هذا كلام الله؟ الأصحاح الأول من سفر صموئيل الأول. من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: كان رجل من رماتايم صوفيمة من جبل أفرايم اسمه القانة ابن يروحامة ابن أليهو ابن توحة ابن صوف، هو أفرامي، ولهم رأتان، اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة، وكان لفننة أولاد، وأما حنة فلم يكن لها أولاد. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلوه. وكان هناك ابناء عالي، حفني وفنحاس كاهن الرب. ولما كان الوقت وذبح القانة، أعطى فننة امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة، وأما حنة فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة. ولكن الرب كان قد أغلق رحمها، وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة، لأن الرب أغلق رحمها. وهكذا صار سنة بعد سنة، كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها فبكت ولم تأكل. سفر صموئيل الثاني. ويتواصل أسلوب الحكاوي البشرية في سفر صموئيل الثاني كسابقه الأول. بالله عليك اقرأ السطور الأولى من السفر التالية وتساءل معنا، هل هذا كلام يتعبد به في صلاة أو يناجى به رب العباد؟ ثم قارن بجلال أسلوب القرآن وإعلان المولى عز وجل عن ذاته في آياته. الأصحاح الأول من سفر صموئيل الثاني من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: وكان بعد موت شاول ورجوع داود من مضاربة العمالقة أن داود أقام في سقلغ يومين، وفي اليوم الثالث إذا برجل أتى من المحلة من عند شاول وثيابه ممزقة وعلى رأسه تراب، فلما جاء إلى داود خر إلى الأرض وسجد، فقال له داود: من أين أتيت؟ فقال له: من محلة إسرائيل نجوت. فقال له داود: كيف كان الأمر؟ أخبرني. فقال: إن الشعب قد هرب من القتال، وسقط أيضا كثيرون من الشعب وماتوا، ومات شاول ويوناثان ابنه أيضا. فقال داود للغلام الذي أخبره: كيف عرفت أنه قد مات شاول ويوناثان ابنه؟ فقال الغلام الذي أخبره: اتفق أني كنت في جبل جلبوع وإذا شاول يتوكأ على رمحه، وإذا بالمركبات والفرسان يشدون وراءه، فالتفت إلى ورائه فرآني ودعاني، فقلت: ها أنا ذا. فقال لي: من أنت؟ فقلت له: عماليقي أنا. فقال لي: قف علي واقتلني،
لأنه قد اعتراني الدوار، لأن كل نفسي بعد في. فوقفت عليه وقتلته، لأني علمت أنه لا يعيش بعد سقوطه، وأخذت الإكليل الذي على رأسه والسوار الذي على ذراعه، وأتيت بهما إلى سيدي هاهنا. فأمسك داود ثيابه ومزقها، وكذا جميع الرجال الذين معه، وندبوا وبكوا وصاموا إلى المساء على شاول وعلى يوناثان ابنه وعلى شعب الرب وعلى بيت إسرائيل، لأنهم سقطوا بالسيف